بس على السريع على ال TH notation أو distance and angle between two lines. زي ما حكينا فكرة expanding cylinder إنه أنا عندي خط وعندي خط تاني. فعندي خط بشكل عام في الفضاء وعندي هون خط تاني بالفضاء. رح ناخد الخط الأزرق مثلا ورح أعمل حواليه سلندر. خليني أمحي هذا الخط. حوالين هذا الخط رح أضل أكبر السلندر وهذا صار كأنه سنتر لاين. هذا صار كأنه سنتر لاين، هو الخط الأول اللي إحنا بدنا إياه. هلا لو عندي خط تاني موجود بالفضاء ولمس السطح هون في نقطة، فضلينا نكبر السلندر لحد ما هذا لمسه في نقطة. وعندي هون في خط موازي على سطح السلندر، مظبوط؟ الخط الأخضر موازي للخط الأزرق اللي هو مركز السلندر على سطح السلندر. وإيش ببعد عنه مسافة؟ هاي هالمسافة، هاي هي من هون. إذا هاي مركز الدائرة هاي الحمراء، إذا هاي الخط هاي المسافة، مظبوط؟ هلا هذا الخط الأخضر عمودي على مين؟ على التنين. عمودي على هذا الأزرق من هون وعمودي على هذا الأحمر كمان بنفس الطريقة، مظبوط؟ تمام؟ إذا عندي هاي هذا خط. هلا هم مش مبينين عمودين على الورقة، ليش؟ لأن احنا أخذنا من 3 dimensional space وعملنا projection على 2 dimensional space ببينوش. بس انت إذا بتتخيلهم من هون، هذا عبارة عن radius للسلندر، مظبوط؟ ما نازل من النقطة هاي عمودي على الخط الأزرق، وهو بلف لو لفيته رح يضرب هو المحل الهندسي تبع رأسه من هون على كل هدول الخطوط اللي على الحمراء. والثاني هو تماس، وعلى سطح السلندر، على سطح السلندر في الخط الأخضر، الخط الأخضر واقع على سطح السلندر موازي لمين؟ للأزرق، مظبوط؟ هذا خط على سطح السلندر موجود. هذا ضل يتوسع السلندر لا ضرب فيه، ضرب في الخط الأحمر في نقطة من هون. هلا هون اتطلع مش بس عندي الديستانس، هاي الديستانس، الديستانس أظن رح نسميها بالديفيد هارتبرغ نوتيشن، رح نرمز لها بالرمز A I أو A I minus 1 حسب الإندكسينج اللي موجود، فرح نستعملها الرمز A. هذه هي الديستانس لأنها أقصر نقطة، لو أخذت أي نقطة ثانية ما رح تعطيني إنها تكون عمودية على التنين، رح تكون أكبر من هاي النقطة، هذه أقصر نقطة ما بين اثنين، نعم. مش لازم يكون العمود على الخط الاخضر مش على الاحمر. الخط مين العمودي؟ مين الخط الاخضر اللي بالنص هذا اللي هون؟ هذا ايش ماله؟ المفروض يكون عمودي على الاخضر كمان. عمودي على التنين، عمودي. ما هو اذا كان عمودي على الازرق يكون عمودي على الاخضر، ما الاخضر موازي الازرق، الاخضر العمودي موازي الازرق، وعمودي كمان على هذا اللي موجود هون. بس ايش انا كمان طلعت شيء ثاني من هون؟ اطلعوا على البلين اللي بيحتوي، في بلين بيحتوي الاخضر هذا مع الاحمر، مش في بلين بيحتويهم؟ البلين هذا في زاويه، صار في روتيشن بالزاويه، هاي الزاويه رح نرمز لها بالرمز الفا. الفا اي او الفا اي بلس 1 او الفا اي ماينس 1 حسب الاندكس. لو كانوا متطابقين عن بعض هاي الزاويه. تمام، يعني لو انه هذا الاحمر ما كان هيك، لو الاحمر كان موازي للازرق كان الزاويه هاي بتكون زيرو والمسافه بتضلها نفسها. فكأنا كأني عملت عمليتين، كأني عملت شيفت من الازرق للاخضر اللي هون موجود بمسافه مقدارها ايه ديستانس ترانسليشن، وبعدين ايش عملت؟ ولفيت الاخضر بهاي الطريقه لحد ما جبت الزاويه هاي. هدول هم هدول تنتين من النوتيشنز، اربعه، في اربع اشياء بدنا نجيبهم. الديستانس بتوين الاكسس، هذا رح يكون الاكسس للينك وهذا رح يكون الاكسس للينك جنبها. هلا ممكن الحاله العامه ما يكونوا هيك، الحاله العامه يكونوا متوازيين او 90 درجه بينهم، عفوا حاله خاصه، هاي الحاله العامه. وفي عندي كمان تو نوتيشنز رح نحكي عنهم او تو بارامترز بدنا اياهم لللينك اللي فولي ديسكرايب، زي فولي ديسكرايب لللينك. احنا بنعرف نعمل ماتريكس تعمل ترانزليشن، مظبوط؟ وبنعرف نعمل ماتريكس تعمل روتيشن حوالين الاكسس، اوكي؟ هذا كله بالنوتيشن بنطلع عليه، بس هم ممكن تكونوا فاهمين هاي الفكره انه انا عندي اي تو اكسس، اي خطين بالفضاء
في بينهم distance, minimum distance, وفي بينهم زاوية الروتيشن.